لما اليوم انا شفت بنتي على هالفون ماشي بمسيره الكشاف افتخرت كثير. يعني انا بالبيت مش هاي الاشياء الموجوده اللي قاعده اعملها هون، يعني كثير افتخرت. امبارح بالليل بتقول لي تعملي حركات كشاف، انا قلت لها مش مضبوط، مش راح تمشي بالكشاف انت. بس اليوم لما انا شفت بنتي كيف ماشي بالكشاف، يعني كثير افتخرت بهاي الاشياء ومن كل اللي بيساعد هذول الطلاب. انا بشكر جميع اللي بيساعدوهم بالمدرسه، بلاي كثير كثير، يعني تحسنوا كثير. في انا شفت اولاد مدارس ثانيه بس ما فيش الاشياء الموجوده هون. يعني انا بناتي بيقروا اسامي اولاد صفهم، اسامي ابوهم، عيلتهم. في ناس سالوني كيف، قلت لهم تعلموا بالمدرسه. اما في مدارس والطلاب صار لهم فتره طويله بيعرفوش انا بيقروا اساميهم من عندنا، يعني بعرف انا وشفت. وانا بشكرهم كل الشكر كثير للمدرسه، ومين كل بيساعد في هاي المدرسه انا بشكره. شكرا لكم. ستة منها للألم وواحدة للفرح، وفيها فهل لا نستغل هذه القطارة لنزرع البسمة والفرح في نفوس أطفالنا من خلال فقرات أيدينا صغيرات مع جنان نصار؟ فتتفضل مشكورة. وبمناسبة سنة اللغة العربية حضر وفد من المجلس المحلي بحضور رئيس المجلس المحلي الأستاذ عمر واكد نصار مع القائم بأعمال الرئيس ووفد من مفتشين الوزارة. قدموا الطلاب عدة فعاليات بضمنها فعالية كشاف اللي هي الوحيدة بالوسط العربي واليهودي، وقدموا الفعاليات وقدم الطلاب كذلك فعاليات باللغة العربية، قصائد وفعاليات رقص وغناء وتمثيل صامت. نعم. فاليوم كان جدا ناجح. قام بنك ماركانتيل ومكتبة البيان بتكريم المعلمين والمعلمات وطاقم العاملين من المجلس المحلي بهدية رمزية، وفي عرض الآن يقوم بأدائه وبتقديمه طالبات من عرابة تبرع. أشكر أهل عرابة، أشكر أهل بلدي على احتضان هذا الحفل، على كل ما قدموه. أشكر المجلس المحلي، أشكر الأستاذ باسم متى على الساعات اللي وصلت من وزارة المعارف، أشكر الأهالي، أشكر الحضور وطاقم العاملين والعاملات في المدرسة. نعم، يعني أنتوا خلال الفترة اللي فاتت كيف استطعتوا أنكم تغرزوا محبة اللغة العربية عند الأطفال وعند طبعا نزلاء المركز؟ وأنا انتبهت أنه في عندهم قدرات رائعة جدا. احنا سنة ومن قبل سنتين بدينا برنامج اللي هو تابع لبرنامج وزارة المعارف اللي هو برنامج ستاندرتيم. عندنا معلمة مركزة اللي بتروح مرة بالشهر على اجتماعات وبتاخذ إرشاد، وهذا الإرشاد بتمرقه للمعلمين المركزين هون والمعلمين المربيين، وهذا ينفذ حسب الخطة الفردية لكل طالب وحسب الخطة العامة التي تقدم لوزارة المعارف كل سنة. نعم، شكرا لك.